ازيكم؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد عن اهم النصايح اللي هتساعدك انك تاخد خطوات جديدة في حياتك. الفيديو دوت مبني على تجربة شخصية، واي نصيحة بديها لك هي مبنية على تجربة شخصية. الفيديو ده مختصر جدا عشان كنت عامل فيديو تاني قبليه بس كان طويل قوي، كان داخل في 13 دقيقة، فانا ما حبيتش، حبيت ان الفيديو ده يكون 5 دقايق فقط. هلخص اللي انا قلته. اول حاجة، عود نفسك انك تسمع كتير، انك تسمع كتير وتدي نفسك وتدي فرصة للي قدامك ان هو يتكلم، فانت هتبتدي تفهم حاجات انت مش عارفها. لما تدخل اي مكان عمل جديد انت مش رايح عشان مجرد انك تقبض مرتب اخر الشهر وخلاص، انت جاي عشان تتعلم، وعشان تتعلم صح لازم تتعود انك تسمع. ما تشغلش بالك باللي حواليك، ما تشغلش اللي قال واللي ما قالش، دي خطوة او خطوة مهمة جدا. الحاجة التانية، عود نفسك انك تقفل بقك. الإنسان اللي بيتكلم كتير الكلام حلو، لكن الكلام مش في وقته حاجة مش كويسة، وإنك متقعدش إنك تعود نفسك إنك تقعد تتكلم نفسك عن أي إنجاز أنت عملته في الماضي، لأن دي حاجة مش كويسة. اللي فات انتهى، الجديد أو الخطوات الجديدة هي المهمة. لما تعود إنك تقفل بقك كمان عن أي خطوة أنت ناوي تاخدها، هتلاقي ربنا بييسر لك أمرك وبيوفقك، لأنك لو اتكلمت كتير عن أي خطوة للأسف مش هيتم. انا جربت الامر دوت اكتر من مره، في حاجه سعيت فيها كتير وللاسف ما تمتش بسبب انك اتكلمت كتير. الخطوه الثالثه، دايما عدل وقيم اي خطوه في حياتك. عود نفسك انك تعدل وتقيم الخطوه دي لو انت جاي عشان تنجح. لما بدات التدريب ما كنتش فاهم وحاسس ان انا مش فاهم جدا، بس لما اعطيت نفسي فرصه ان انا اسمع وعودت نفسي ان انا اعدل واقيم كل حاجه انا مش فاهم، اشتغل على حاجه واحده بس، الموضوع بدأ يفرق معايا، ومع الوقت مستواي بدأ يتحسن. فده دايما عود نفسك انك تعدل وتقيم كل خطوة انت بتاخدها. الخطوة اللي بعد كده، لازم تتحمل مسؤولية. بص، من الاخر كده، كل واحد فينا بيحب ان هو يتدلع. انا من نوعية الناس اللي بحب ان انا اسوف وبحب ان انا اضيع وقت. انا عندي تدريب، والتدريب ده مطلوب مني ان انا اقعد مش اذاكر، ابقى على الاقل فاهم الموضوعات دي انا احس انها داخله في بعض. وكنت قاعد من كام يوم او من بالي 3 ايام للاسف بروح السيشنز وما بفهمش، او حاسس ان في حاله من البلاده كده، حاله من الغباء هجمت عليا وبجد مش فاهم. فكنت بحاول ان انا يعني اركز على قد ما اقدر، وللاسف التركيز كان يعني اقدر ان انا اقول كان ضعيف جدا. طب كان ده سببه ايه؟ ارهاق ذهني. فلما بدات ان انا اخد فتره راحه، تمام، بدات ان انا احاول ان انا انتبه شويه للي بيتقال واحاول ان انا اركز. فدي حاجه بتساعدك. عود نفسك انك تتحمل مسؤوليه الهدف، بدل ما تقول انا فاشل او تقول ان انا ما عنديش استعداد ان افهم او ان انا همشي، لا، ادي نفسي تحمل مسؤوليه. ممكن الموضوع دوت محتاج ان انا ابتدي فيه خطوة خطوة، وابتدي ان انا اشتغل عليه مرة تانية، وابتدي ان انا ادي فرصة واحاول اعمل اللي انا اقدر عليه على قد ما اقدر، وربنا هيوفقني باللي فيه الخير. وما دام ربنا اختارني الحاجه فهيوفقني فيها يا هيعيني عليها، فانا بستعين بالله ان هو يعيني بالشيء. عود نفسك تكون هادي. في امور كتير جدا انا خسرتها بسبب العصبيه والاندفاعيه، فعود نفسك انك في امور جدا محتاج انك تكون هادي فيها، خصوصا تعاملك او كوميونيكيشن، التواصل. ممكن مثلا عندك زميل، بس زميلك ده كويس بس فيه طبع مش كويس، فانت عشان تفضل على تواصل مع زميلك دوت يعني غض الطرف عنه، بس ما نكرش ان انت تكون محتاج انك توكل حقك معاك. يعني مثلا هو بيتكلم معاك وانسان كويس وخلوق و الى اخره، بس طريقته الواي بتاعته مش احسن حاجة، فانت حاول انك تبينه ان الطريقة دي بتضايقك، حاول انك تفهمه الموضوع دوت. هو ما دام هو خلوق ومحترم هيبتدي يستجيب لك، وهيبتدي ان هو يعني يتعامل معاك بالطريقة اللي انت شايفها كويسة، وفي نفس الوقت هيكون صديق ليك. حاجة مهمة جدا ليه انا اتكلمت عن الصداقة، عود نفسك انك تصاحب شخص يكون كويس. الناس الكويسة هتاخدك لفوق، الناس اللي مش كويسة هتاخدك لتحت. في نصيحة أخيرة، اللغة ثم اللغة ثم اللغة. قعدت فترة طويلة كنت بدور على شغل، الفرصة بمرتب كويس يعني الفرص اللي كانت قدامي بمرتبات ضعيفة، فأنا بصراحة ما كنتش بوافق. في بعض الأحيان لمرحلة معينة كنت بوافق في البداية، لكن بعد كده لما بدأت أشوف المرتبات رفضت. ليه؟ لا، أنا عندي سكيلز أو أنا مستواي أحسن من إن أنا أخد مرتب زي ده. لما عملت بنصيحة شخص ما
وانتبهت لان انا احسن الانجليزي، ده فتح لي فرصة شغل في مكان كويس. بعديها بدأت ان انا اتعلم مهارات في حاجات انا ما كنتش اعرفها، فبدأت ان انا اكتسبها كده. خلي بالك، تعلم لغة علمك، خلاك تتساعد انك تدخل تتعلم مهارات، تعلم المهارات بدأت انك تكون علاقات وبقى ليك صحاب. كل حد من صحابك بتستشيره في حاجة بيديك فكرة او فيدباك عن تجربة هو مر بيها، او بيسألك عن حد معين. ده بيفرق معاك كتير جدا، وبيفرق معاك حرفيا في كل خطوة انت بتاخدها. كل ده بيبتدي يفرق معاك في خطوة جديدة في حياتك. عود نفسك انك لو مش متضايق او مخنوق او الى اخره، انك ما تكتبش كلام جواك. ممكن تستخدم ورقة وقلم تكتب الكلام دوت، او انك تتكلم مع حد، او تكتب افتح مثلا الريكورد كده وتتكلم وتطلع الكلام اللي جواك، لان ده غلط. دي حاجة مش من ضمن الحاجات اللي انا كاتبها هنا، بس دي انا لازم اقولك كده حاجة او حاجتين في العلاج النفسي احنا اتعلمناهم، لان دول بيفرقوا معاك. حط في دماغك دايما انك عايز تنجح، واستعين بالله وخد بالاسباب، وهتلاقي ربنا يوفقك. لو عجبك الفيديو لايك سبسكرايب شير، متنساش تفعل الجرس. سلام.